الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم أجواء رائعة حقيقة كالعادة. نبغى نفرق اليوم بين الإنفلونزا والزكام. ترى الزكام يختلف عن الإنفلونزا، كثير من الناس يخلطون يقولون إن الإنفلونزا هي نفس الزكام، لا تختلف تماما. الإنفلونزا عبارة عن فيروس، أما الزكام شيء آخر. يعني نحاول نفرق بين الاثنين بمجموعة من الأشياء. حقيقة يعني الإنفلونزا A B C زي ما يسمونها، ثلاثة أنواع هذه الخطيرة اللي يجي منها الفيروسات الكبدية، تجي دائما حمى. الزكام ترى ما يجي معه حمى، الزكام يجي مع صداع، أما الفيروس اللي هو الإنفلونزا يجي معها صداع. الزكام يجي مع سيلان في الأنف، أما الإنفلونزا صح يجي معها برضو سيلان في الأنف. حقيقة السعال يعني نوعا ما في الزكام قليل، أما في الإنفلونزا فهو شائع. المضاعفات قد يسبب مضاعفات رهيبة جدا اللي هي الإنفلونزا، وقد تسبب إلى التهاب رئوي وتؤدي إلى الوفاة، أما الزكام فلا. حقيقة الزكام له 200 فيرو، له 200 نوع من الفيروسات الضعيفة اللي يسمونها الرينو فيروس. أما الإنفلونزا فلها ثلاث أنواع A B C. والإنفلونزا ما لها علاج يا جماعة، كل سنة تتغير حسب الوسط اللي تنبني فيه، لان الفيروس مخلوق غير حي. يعني لو تكون درجه حراره 17 غير لما تكون 18، غير لما تكون 19، غير لما تكون في جلد مثلا دجاج، غير لما تكون في خنزير، غير لما تكون في انسان، غير لما يهاجم كائن حي. يعني حسب البيئه الموجود فيه ينسخ الدي ان اي حقه داخل الخلايا هذه وينتج فيروسات جديده. لذلك كل سنه يصنعون مصل جديد او علاج جديد للانفلونزا. علاج الانفلونزا الصيف غير علاج الانفلونزا الشتاء، علاج الانفلونزا مثلا المناطق الحاره غير علاج الانفلونزا المناطق البارده. كل سنه تلاقي ما استطاعوا العلماء يقضون على الفيروس اللي اسمه ايش، فيروس الانفلونزا. حقيقة الحماية من الفيروسات هذه مالك الا حماية طبيعية، يعني النظافة، عدم استخدام مناشف احد ثاني او مناديله، عدم اقتراب من واحد مريض. حقيقة ما ادري ايش اقول، يعني ما في علاجات للفيروسات، تطعيم سنوي يعني ما فيها شيء، انعزل عنهم اذا شفت المرضى مثلا. مشكلة الفيروسات انه يدخل الخلية زي ما قلت لكم وهو صغير جدا وهيمن عليه، يتحول مخلوق غير حي لمخلوق حي وهيمن عليه، ويبدأ يتكاثر داخله وتصبح هي تبع له، وتنفجر بكمية كبيرة من الفيروسات، تتكاثر بشكل كبير جدا. أعاذنا الله وإياكم الفيروسات، ودمتم بخير. أخوكم أحمد بدوي، قناة مفاتيح، وشكرا لكم.